برج الحمل استقبل روحانيات اسم الله الرحيم. ضع شيء تريده بشدة في بالك أو أي شيء تريد أن تقضيه أو أن يقضى بفضل الله تعالى ضعه في بالك، وبعد 3 ليالي راح يتحقق بإذن الله تعالى. استقبل نورانيات وروحانيات اسم الله الرحيم. انزل في التعليقات اكتب اسم الله الرحيم 5 مرات متتالية، وقبل النوم ردد اسم الله الرحيم 55 مرة. قبل نومك ردد اسم الله الرحيم 55 مرة، ويكتب في التعليقات اسم الله الرحيم 5 مرات متتالية، وبعد 3 ليالي رح يتحقق الشيء الذي وضعته في بالك بمشيئة الله تعالى. نبدأ به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة سرار العالم الروحاني لمواليد برج الحمل. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله دعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. والفيديو ان شاء الله اللي هيكون طالع من الابراج ان شاء الله هو اللي هنعمل له، هنكتر من القراءة دي باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف برج الحمل، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى بنية فتح الأبواب المغلقة وبنية الفرج بإذن الله تعالى. بسم الله. الكاشف برج الحمل، أنا شايف إن أنت حابب أو شايفك إن أنت بتخرج ناس أو أشخاص من حياتك. شايف إن أنت بتخرج أشخاص من حياتك. هذا الأشخاص تدخلوا في خصوصياتك، تدخلوا في حاجات ملهمش فيها، ملهمش الحق ان هم يتدخلوا فيها. شايف؟ بس خلي بالك الفترة دي في حد هيردع لكم، في حد هيردع لكم. كان ما بينكم وما بينه انفصال او بلوك او مشاكل راح يردع لك. في فلوس هتمسكها، خلي بالك الفلوس اللي هتمسكها انا شايف ان انت هتحقق منها حداد صح بمعنى لا صح. شايف ان انت برضو هنا برج الحمل بتشتكي من المعدة. شايف ان انت بتشتكي من المعدة، المعدة عندك تعبان. انا شايف برضو عندك طاقة حزن، عندك طاقة حزن كبيرة، حزن عميق، علشان انا شايف ان قلبكم حزين مكسور بدون سبب. خلي بالك انا شايف ان انت هتكشف سر، في سر قدامك راح تكشفه، والسر ده قريب، السر هذا قريب اللي راح تكشفه. شايف برضو هذا الايام من اكتر الايام اللي عندكم كسل، عندكم خمول، حاسين بطول الوقت صداع، تعب، خنقة، ضيق، بتاخذوا علاج بيخف شوية الصداع وبيرجع لكم تاني. بتعانوا من حاجات كتيرة. شايف برضو ان انتوا هنا يعني خلاص واخدين بالكم وبتنتبهوا كويس جدا على حالكم. شايف ان انتوا هنا ابتدأتم تحققوا النجاح، ابتدأتم توصلوا للمرحلة اللي انتم عايزينها او عايزين توصلوا لها. شايف ان انتوا هنا بتحبوا تغيروا حاجات كتيرة في اموركم وتستكملوا اموركم. علشان كده قلت لكم دايما متعرضين للمشاكل وللحسد وهكذا. بسم الله. الكاشف، شايف ان انت هنا بتخلص اوراق، الاوراق دي تخص اوراق حكوميه او شراء مسكن، بس انا شايف ان في وقوف، في وقف عندك، ممكن نقول تعطيل، او لسه بتخلص اوراق او بتخلص هذا، ان شاء الله راح تكتمل على خير باذن الله تعالى. شايف ان لسه برضه في ايام قدامك حلوه. في منكم هنا البعض شايفه عايز يسافر، عايز يسافر، قدامك وقت السفر. شايفك برضه متضايق، متضايقين، مخنوق. هذا القراءه عامه وقراءه مفتوحه اخواتنا في الله، للشباب وللنساء، للرجال والنساء. هذا قراءه مفتوحه اخواتنا في الله وقراءه للجميع، فخذ اللي يطابق ليك. شايف هنا برضه الفترة دي انا شايف ان انتوا عايزين حاجة تعملوها او حاجة تتخلصوا منها. شايف ان انت محتار في حيرة،
عايش في حيرة، عايش في فترة صعبة، فترة متقلبة، فترة مش عارف تاخذ قرار، مش عارف تنتقل خطوة لقدام. شايف برضو عندك هنا في انت واخد بالك من حادة، الحادة دي واخد بالك منها وعارف هتعمل فيها ايه، بس شايف في مفاجأة قدامك، مفاجأة حلوة. ما تكونش في الحسبان، شايف ان انت هتقضي رحلة فيها او فسحة او خرودة او عزومة مع حد عزيز على قلبك. اطلع من طاقة الحزن، اطلع من طاقة الاحباط، اطلع من طاقة الحزن، الخنق، الضيق، اطلع من هذا الطاقة. بلاش يعني تضحك مع الناس وتهزر، هذا الناس بتتكلم عليكم وفي ظهركم، بتأخذ منك الكلام وبتضيف عليها كلام آخر علشان هي اللي تكون مميزة أو هي اللي تكون إنسانة كويسة، وبتشوف سمعتك أمام الناس الأخرى علشان هي تكون كويسة. فأنت ارمي ورا ظهرك علشان أنت بتتأثر بأي كلمة، بأي كلمة بتتأثر بيها. شايف إن هنا في حد عزيز على قلبك متوفي، او اخ او قريب عليك، ومازال انت زعلان عليه، مازال زعلان عليه. شايف هنا برضه انت شخصيتك ابتدت تقوى، ابتدت عندك قوة من الاحباط، من اليأس اللي شفته، من التعب، من الكلام، ابتدت تقوى، ابتدت تغير من حياتك، ابتدت تمشي في الطريق وتاخذ طريقك. ان شاء الله تفتح معك البيبان باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. في حد دمر حياتك، الشخص ده تعبك، سواء كان ست او رجل، هو اللي اذاك بالسحر، بالسحر هو اللي اذاك، انت دعيت عليه، دعيت عليه، هتاخذ حقك باذن الواحد الاحد، هتاخذ حقك، حقك رادع لك، حقك ردع لك، مهما يلف مهما يروح حقك ردع لك بإذن الله تعالى، من التعب اللي عندك، التعطيل، التعب، الألم، الخنقة، الضيق، هو من السحر، إن شاء الله راح تشفى بأمر الله تعالى. في بشرة شفاء، بشرة شفاء وبشرة خير قريبة بإذن الله تعالى. شايف هنا في حد في سن، شايف في حد مقفول عليه بيبان، هو مظلوم، مظلوم ومقفول عليه بيبان، ان شاء الله في عنده فتحه قريبه باذن الله تعالى، هيخرج باذن الله تعالى، هيخرج للخلا وللوسع من هذا المقفول حواليه، سواء كان في سجن او كان في مرض او كان في ضيق، راح يخرج بقدره الله تعالى من هذا باذن الله. شايف ان البعض منكم مستني حاله بقدر المستطاع، انا شايف ان انتم في حدا خايفين منه، يعني شايف ان انتوا خايفين منهم. ما تقلقش، ما تقلقش، هي مش هتحصل، هي مش هتحصل. شايف ان انتوا هنا شاقين في الشريك، بس انا شايف الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم بطريقه رهيبه، ومنكم يعني قلنا ما تخش القراءه ليك كلها، خذ المطابق ليك، لان منكم شايف برضه حصل انفصال، خذلوا الشريك، حصل انفصال، غدر بيه، فانا هنا تاخذ القراءه المطابقه ليك. في هنا برضه منكم الشريك بيحبه والشريك صادق معاه وكويس، وفي منكم خذلوا الشريك وفي طرف ثالث، وفي منكم بسبب السحر، بسبب السحر. عندي ثلاث اشياء، سبب السحر، الشريك خذله بطرف ثالث وكذب عليه وغدر بيه، والشريك بيحبه وصادق معه. عندي ثلاث أصناف كما قلنا، فخذ القراءة أحبابك أحبابي في الله اللي بتطابق ليك، وصلي على الحبيب المصطفى فضلا وليس أمرا، ويدعم الفيديو باللايك أخواتنا في الله. شايفين أن أنت بتدور على الأمان، بتدور على الطبطبة، بتدور على الحنية، بتدور على الشخص الصادق معاك، بتدور على حد يحتويك ويكون صادق معاك علشان تطلع من الخنقة اللي انت فيها. ملاقيش حد بيطبطب عليك، ملاقيش حد بيحبك، ملاقيش حد صادق معاك بمعنى الكلمة. أمنت أو أعطيت الأمان لناس لكن غدرت بيك. أنت مشكلك إن مشكلتك إنك بتثق في الناس أكتر من اللازم، بتثق كتير في الناس. مش كل الناس يا أحبابي في الله كنا هي اللي تثق فيها، مش كل الناس اللي تعطيها الثقة. الوضع اللي أنتوا فيه، الخنقة اللي أنتوا فيه، هذا من الشيطان، من شيطان السحر.
كما قلنا هو اللي عامل لك التعب، ألم في المعدة، ألم في العمود الفقري، دوخة، تعب، همدان. حتى الدكاترة كثيرا منكم كشف وبيأخذ علاج لكن مش جايب معاه نتيجة، مش جايب معاه نتيجة. انت هتاخد خطوة جديدة، شايف ان انت تفعل حاجة، في حاجة تفعلها هتاخذ خطوة فيها جديدة، فيها نجاح ليك بقدرة الله تعالى، فيها نجاح بإذن الله، علشان انت فوضت أمرك لله، مش عايز حاجة تاني، فوضت أمركم للواحد الأحد. عندكم علاقة إن شاء الله راح تكتمل، في علاقة راح تكتمل بإذن الله تعالى. شايف في رجوع، في رجوع أو زواج، رجوع أو زواج، لأن شايف في أخبار حلوة تخص شافك هنا مبسوط، في دبلة أو خاتم أو حد زي كده، إن شاء الله هتكون زواج أو رجوع أو ارتباط بمشيئة الله تعالى. شافك فرحان فأرض بيتك بمشيئة الله، صل على الحبيب المصطفى. الحزن هو اللي مأثر عليك، هو اللي حاسك محسك بالإحباط، محسسك لقادر تنسى اللي ظلمك أو لقادر تفكر في المستقبل أو تفكر في الواقع اللي انت فيه، قافل على نفسك، مخنوق، مش طايق حد، مش حابب تخرج، حابب العزلة، هو من الطاقة السلبية. حاول تخرج من الطاقة السلبية كما قلنا، لأن شايفك هنا أخرج من اللي انت فيه، ما تخليش الدنيا تلف عليك وتبقى انت بتوعمة، اخرج من اللي انت فيه وفوق واطلع لطريقك وان شاء الله تفتح معاك البيبان باذن الله تعالى. هنا انت شايفك هنا بتنقل من مكان لمكان، حابب ممكن تقول اشتري مسكن ان شاء الله يكون لبيت زوجك او لبيت خطيبك ان شاء الله يكون، او شراء مسكن جديد باذن الله تعالى، ان شاء الله ربنا يكتب لكم السعاده فيه. انت حاسس في حدا هتخيب ظنك، حاسس او شايف ان في حدا تخيب ظنك؟ لا مش هتخيب ظنك باذن الله تعالى. في هدية ديالك، في هدية ديالك انت مش متوقعها باذن الله تعالى، في هدية ديالك بمشيئة الله، اللهم صل على سيدنا محمد. في حد هنا عايزك تسامحه، الحد ظلمك، ظلمك، هو هيجي وهيطلب منك السماح، انت هو عايزك، هو عايزك تسامحه لانه تعب، شافك في المنام او رؤيات بتدعي عليك كذا مره وهو عرف ان هو ظلمك فعايز يديلك ويسامحك، فممكن هيديلك ويسامحك، او هو بيطلب منك السماح من قلبه وبيدعي ربه انك انت تسامحه. اللي بتاذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، ده بكم طاقة إيجابية، ده بكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر مستنيين، يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم، بس هنا شايف هنا بتديلكم حادة وتختفي، بيديلكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حادة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطة، مش عارفين ايه اللخبطة، لان عندكم هنا روحانياتكم عالية عالية بنسبة شديدة، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها، مش بتكتمل او بينساها، في منكم برضو اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر. اكتر حدا عندك الحسد، الحسد شديد عليك، شديد يعني بالنسبة شديدة قوة الحسد، وعندك السحر، بس عندك يعني هنا معك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كثير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر، فانت ساعد نفسك، ساعد نفسك خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك لان روحانيتك كويسة، ماشي حاليا يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مرة، مشيت معاك طريق مكتمل لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله، بس الطريق هتمشي معاك مره تانية وهتمشي لهدفك وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه وهتعلى هتعلى هتعلى. شايفك انت مش عايز تعاتب حد،
بسبب ان انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معهم، عايز تبعد. قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا مش دعوه بالاشخاص دي، انا خدت شغل منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقه، خدت شغل منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم، لانك انت سمعت كلام كتير. يعني شايفك انا بس انت واضح هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص. يعني بنا عندك انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى المشكله اللي عندك. الماديات في انفراجات كبيره ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات او فلوس، او انت عطى حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك، ورد عليك بإذن الله تعالى خلاص. استغل أيامك كلها، الفترة اللي داية في صالحك، امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه، هتوصل. هو ماشي حصل معك شوية تعب، لكن هتوصل بقدرة الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل، تحصل لك حاجة، لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغهم، حطك في دماغه الطرف الثالث، انت معطهوش اهتمام او بعيد عنه، لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصلك باي طريقه، عايز يوصلك باي طريقه. الست اللي عامله لكم السحر، الست اللي عامله لكم السحر دي هي قمحويه، يعني سمره بما يقولوا، وطويله مش قصيره، طويله الست دي وقمحويه وقريبه ليك، قريبه يعني جدا مش بعيده، يعني مش غريبه، قريبه ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سالوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين، شايف حرف السين، حرف الهاء منها، من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء، من حروفها. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، بتخليك يعني احسن من الاول. يعني فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه، هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن، هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، بسم الله. في حاجه هنا انت مقصر فيها او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقه تقصير، مقصر في حدا، مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك انها بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك كده رساله انت هتقراها، الرساله دي ديالك فيها خير باذن الله تعالى. في استلام من اوراق، اوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مده كبيره وانت عملت تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض، شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا هيشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حد أنت تعملها هنا هتعلي من شأنك أو شغل أو علاقة شغل جديدة، في حاجة هتعلي من شأنك، في حاجات هتنشال وهتأخذ حاجات أحسن. شايف عندك برضو هنا أنت مشروع شغل بالك، أو هتدخل في مشروع أو داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كما انت، بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك، لان في حواليك عيون كتيره، في ناس كتير مش بتحبك، زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك، بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايهه منك، او اوراق انت بتدور عليها، او بتخلص اوراق، او محتاج تخلص اوراق. ان شاء الله هتكتمل معاك باذن الله تعالى، ان شاء الله. شايفنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك، هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص، هنا الشخص ده يعني قريب عندك، قريب ليك،
قريب ليك، بس في امور كويسه تكون ما بينك وما بينه. هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك، لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج. اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب. في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاله مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايف ان انت حاجه بتتكرر معاك، إشارة، حلم عايز تفسره، في حدا انت عايز توصل له، في حدا تعباك محيراك محتار فيه عايز توصل له. لانك لو وصلت للحدا دي هتعلى من شأنك، هتوصل لأهداف كتيرة، هتوصل لحدات كتيرة تعلي من شأنك. انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحدا دي، والحدا دي ان حليتها هي عقدة او هي حادة مربوطة او حادة مكفولة. ان فتحتها وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من اي حادة واقفة في حياتك. حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حاجه برضه هنا هتفرحك الفتره دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس امرا احبابي في الله، لان كثيره والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس امرا. ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك. الخلاف ده كان من فتره فاضي، من فتره يعني من الماضي، من فتره فاتت. هيبدا صفحه جديده او هيكون في صلح ما بينكم، او انت اعتزلت عنهم، في خير باذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حال، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال. فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقه. شايف عندك هنا محادثه ما بينك وما بين حد، امسحها او تجنبها، بلاش كل شويه تمسك التليفون وتبص على المحادثات، او منتظر منه محادث، او منتظر منه يبعت لك حدا، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، عارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك، هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقتش شايف مين بيحبك، ما بقتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك، او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحاجات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حاجات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حاجات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حاجات كتيرة جدا، عندك يعني حالتك النفسية هتبدأ تتحسن معاك، هتبدأ تتحسن، هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بإذن الله تعالى، هتطلع من الخذلان، هتعرف إن في حد هنا يدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، أو أنت حابب تسافر، بس عندك يعني مشكلة أو حاجة هتخلصها وهتسافر. في حدا عندك هتخلصها وهتسافر باذن الله تعالى، فاتحه معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحه، فيها فرحه ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام، بس هي مشكله في الاول بتخلصها، هتخلص باذن الله بسهوله وهتسافر وهتوصل لهدفك باذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعه، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفتره اللي دايه فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول لخطوبة أو حد ارتبط قريب ليك، أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادئ الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحه لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجه تتكلم عليها، اكتب اكتب شويه، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتم تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حدا معاكم، يعني شايفكم برضه انتم منتظرين كذا حاجه تحصل، منتظرين طاقه خير ليكم او يعني طاقه فرحه، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شق يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كان الصافي، نيتكم كانت كويسه، بس انا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديده ليك، فيها فرحه ليك، فيها سعاده ليك باذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك، لان عليك نذر
ليك عليك نذر هتوب فيه بإذن الله تعالى، وهتحسبها بالورقة وكلام، وشأنك هيطلع وهتعلي بقدرة الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة هنشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من النس أو من تعطيل أو من تابعة أو من أي شيء داخل القناة، ننزل كل شيء بإذن الله تعالى. والرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم.